بالنسبة لي طموح منذ الصغر، من وأنا صغيرة وأنا دائما بشوف حالي طبيبة، نظرا للوضع اللي بشوفه في غزة دائما. حاليا مع هاي المأساة والإبادة الجماعية اللي بنشوفها في غزة، صرت مصرة أكثر على حلمي إني أصل إني أكون طبيبة، أكون مرتجلة على أرض الواقع في المستشفيات. قبل في البيت لما كان عندنا بيت وكان الوضع هدوء، كان معظم وقتي في الدراسة، لأنه معروفة قديش دراسة الطب محتاجة مجهود. لكن حاليا هنا في الخيمة تحت الحرب وتحت القصف اليومي، ما فيش غسالة، ما فيش كهرب، ما فيش إنترنت إنه أراجع دروسي أو إنه أبحث عن أي إشي بخص الطب. مضطرة آسفة إنه كل وقت يكون عبارة عن عجين، غسيل، تنظيف للخيمة. حاليا زميلاتي ما بعرف عنهم أي أخبار. في أول الحرب كنا على تواصل دائم، كيفك، إيش أخبارك، وين صرتي، لكن حاليا انقطع الاتصال، ما فيش أي تواصل، بعرفش إيش أخبارهم، هل هم أحياء أو أموات أصلا. حتى الكادر التعليمي ما بعرف عنهم أي شيء. بتمنى إنه نرجع للدراسة حتى لو في خيام، بس إنه هذا الكادر التعليمي اللي كان يعطينا المعلومات وهو اللي ساعدنا إنه نصل لأحلامنا وإنه نصير أطباء أكفاء في المستقبل.